إليه قائلا: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل بعد أن تكدر وجهه: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم.